سوف نبحث طلابنا في هذه الجلسة في مفهوم معادلة الخط المستقيم. معادلة الخط المستقيم في الواقع أي مستقيم موجود على المستوى الإحداثي OXY له معادلة. أي مستقيم D موجود على المستوى الإحداثي OXY له معادلة. هذه المعادلة تكتب على شكلين، شكل عام وشكل نموذجي. في الواقع على المستوى الإحداثي OXY يوجد للخط المستقيم معادلة. هذه المعادلة تكتب على شكلين، شكل عام وشكل نموذجي. لنبحث بداية في الشكل العام لمعادلة الخط المستقيم. ما هو الشكل العام لمعادلة الخط المستقيم لو سألنا هذا السؤال؟ أقول كل معادلة من الشكل AX زائد BY يساوي C، بحيث أن A و B و C أعداد حقيقية، تسمى المعادلة العامة للمستقيم D. إذن الشكل العام لمعادلة الخط المستقيم نقول كل معادلة من الشكل AX زائد BY يساوي C هي المعادلة العامة للمستقيم D. ما معنى هذا الكلام؟ المقصود بهذا الكلام أن للمستقيم يوجد له معادلة عامة، نعم، بحيث أن الـ A والـ B والـ C أعداد حقيقية. على سبيل المثال إذا قلنا لدينا الأشكال، لاحظ 2x زائد y يساوي الواحد، هذه معادلة مستقيم مكتوبة بالشكل العام. هنا طلاب لدي a يساوي 2، b تساوي الواحد، c تساوي الواحد. في المستقيم الآخر وليكن d2 الذي معادلته x ناقص 3y يساوي الصفر، أيضا هذه المعادلة هي المعادلة العامة لمستقيم. في هذا الشكل، في الشكل الثاني، لدي A تساوي الواحد، B تساوي ناقص 3، و C تساوي الصفر. في السطر الأخير أيضا هذا السطر هو معادلة عامة لمستقيم وليكن D 3. لاحظ المعادلة هي X زائد 3Y يساوي ناقص 2 على 3. هنا في هذه المعادلة لاحظ A يساوي الواحد، B تساوي 3، و C تساوي ناقص 2 على 3. إذن الشكل العام لمعادلة المستقيم D هو AX زائد BY يساوي C، حيث أن A و B و C أعداد و X و Y هي المتغيرات. ثانيا لدي الشكل النموذجي لمعادلة المستقيم. طبعا ما هو الشكل النموذجي لمعادلة المستقيم؟ لاحظ أعبر عن الشكل النموذجي لمعادلة المستقيم دي بالشكل y يساوي mx زائد p، بحيث أن m و p أعداد حقيقية. إذن أعبر عن الشكل النموذجي لمعادلة المستقيم دي بالشكل y يساوي mx زائد p، بحيث أن m و p أعداد حقيقية. هنا في الشكل النموذجي الثابت M أو العدد M يمثل ميل المستقيم، والعدد P يمثل الجزء المقطوع من محور التراتيب. يعني هذا المستقيم عندما يقطع محور التراتيب فإنه سوف يحصر جزءا أو قطعة مستقيمة واصل ما بين نقطة الصفر والنقطة التي يقطعها هذا المستقيم من محور التراتيب. هذا الجزء أو هذا المقدار يمثل العدد P، وهذا العدد لما يكون موجب المستقيم يقطع من محور الOY الموجب، ولما يكون المقدار P سالب المستقيم دي يقطع جزءا من محور الOY السالب. إذن كما تكلمنا الثابت M هو ميل المستقيم، و P هو الجزء من محور التراتيب الذي يقطعه هذا المستقيم. لما P أكبر من الصفر المستقيم يقطع
جزءا من محور التراتيب الموجب. لما P أصغر من الصفر المستقيم يقطع جزءا من محور التراتيب السالب، نعم، حيث أن الثابت M يمثل ميل المستقيم وP هو الجزء المقطوع من محور التراتيب. مثلا لدينا معادلات نموذجية لمستقيمات. إذا أخذنا المعادلة التي أؤشر عليها y يساوي 2x ناقص 4، في الواقع طلابنا هذه المعادلة هي معادلة المستقيم وليكن دي واحد. من هذا الشكل أقول أن ميل المستقيم M يساوي 2 ويقطع 4 وحدات من محور الـ OY السالب. يعني بكلام هندسة تحليلية، هذا المستقيم يمر بالنقطة التي فاصلتها صفر ووايتها ناقص 4. نعم، إذن المستقيم هذا، أعيد، المستقيم دي واحد الذي معادلته y يساوي 2x ناقص 4، ميله m يساوي 2 ويقطع 4 وحدات من محور الـ OY السالب. لدينا المعادلة y يساوي 3x. هذه المعادلة تمثل معادلة لمستقيم وليكن دي 2. هذا المستقيم ميله M يساوي 3 ويقطع، ماذا يقطع من محور الـ OY السالب؟ يقطع صفر وحدي. عندما يقطع صفر وحدي معنى هذا الكلام أن هذا المستقيم يمر من مبدأ الإحداثيات، وهذا الكلام وجدناه في الصف التاسع، أن معادلة المستقيم المار من مبدأ الإحداثيات هي Y يساوي MX، أليس كذلك؟ إذن الشكل النموذجي لمعادلة المستقيم هي y يساوي mx زائد p. m هو ميل المستقيم و p هو الجزء المقطوع من محور التراتيب. خلاصة كلامنا أقول لكل مستقيم d موجود على المستوى الإحداثي معادلة، هذه المعادلة تكتب على شكلين، إما شكل عام وهو ax زائد by يساوي c، بحيث أن A و B و C أعداد حقيقية، أو Y يساوي MX زائد B بحيث أن M و P أيضا أعداد، M هو الميل و P هو الجزء المقطوع من محور التراتيب. قلنا أنه يوجد شكلين، لكن هذين الشكلين أو أي مستقيم يكتب على شكلين، تكتب بكلام أدق تكتب معادلته على شكل، على شكلين، شكل عام وشكل نموذجي. أي أستطيع القول أنني أستطيع الانتقال من الشكل العام إلى الشكل النموذجي وبالعكس. كيف ذلك؟ المعادلة العامة هي AX زائد BY يساوي C. نعم، لو كتبت الواي بدلالة حدود المعادلة أحصل على الشكل النموذجي، يعني PY يساوي ناقص AX زائد C، وأقسم الأطراف على P أمثال الواي فأحصل الشكل النموذجي. نعم، لننظر إلى الملاحظة. تقول الملاحظة أستطيع الانتقال من الشكل العام للشكل النموذجي من أجل أي مستقيم، من أجل أي مستقيم دي أنا أستطيع الانتقال من الشكل العام إلى الشكل النموذجي. أيضا الشق الثاني من الملاحظة، لما تكون معادلة المستقيم مكتوبة بالشكل العام AX زائد BY يساوي C، عندئذ نقول أن الميل M هو ناقص A على P. انظروا جميعا، لما تكون معادلة المستقيم مكتوبة بالشكل العام AX زائد BY يساوي C، عندئذ أقول أن الميل M يساوي ناقص A على P. إذن أستطيع الانتقال من الشكل العام إلى الشكل النموذجي، وذلك بكتابة المتغير Y بدلالة باقي حدود المعادلة. 2، لما تكون معادلة المستقيم مكتوبة بالشكل العام، عندئذ قانون الميل M هو يساوي ناقص A على B. بالنسبة للشق الثاني من الملاحظة، هذا الكلام نستطيع برهانه شفهيا. لاحظ أنا لدي المعادلة العامة AX زائد BY يساوي C. نعم، لأردها إلى الشكل النموذجي، لاحظ PY يساوي ناقص AX زائد C، أقسم الطرفين على P أمثال الY
أقول y يساوي ناقص a على p x زائد c على a، يعني هنا الثابت p الثابت m اللي هو الميل هو ناقص a على p. الآن لأبحث في مثال لكي أثبت هذه الأفكار. يقول لي المثال: لدينا المستقيم د نقطتين الذي معادلته 2x ناقص y يساوي 3، والمطلوب احسب ميل المستقيم 2، اكتب معادلة المستقيم بالشكل النموذجي. إذن لدينا المستقيم د نقطتين الذي معادلته 2x ناقص y يساوي 3، والمطلوب احسب ميل المستقيم 2، اكتب معادلة المستقيم بالشكل النموذجي. من الواضح أننا أمام معادلة عامل مستقيم، لاحظ لدي هنا الـ A يساوي 2 و B تساوي ناقص 1 و C تساوي 3. لدينا الطلب الأول احسب ميل المستقيم. طبعا أنا مشان احسب ميل المستقيم، بما أن هذه المعادلة مكتوبة بالشكل العام، أستطيع وضع القانون أو أن أستخدم القانون السابق M يساوي ناقص A على B. هنا لدينا A يساوي 2 و B تساوي ناقص 1، وعوض في القانون يصبح لدي ناقص 2 على ناقص 1 والتي تساوي 2، ما هو موضح لدينا من خلال الحل. انظر، لدينا الميل لأن المعادلة مكتوبة بالشكل العام، M يساوي ناقص A على B والتي تساوي ناقص 2 على ناقص 1، سالب على السالب موجب، و2 على 1 تساوي 2، وعليه المستقيم د نقطتين معادلته 2x ناقص y، إذن ويكون الميل M يساوي 2. الآن لأبحث في الطلب الثاني، الطلب الثاني يقول اكتب معادلة المستقيم بالشكل النموذجي. فكرة الانتقال من الشكل العام إلى الشكل النموذجي هو كتابة المتغير y بدلالة باقي حدود المعادلة. لدي المعادلة العامة 2x ناقص y يساوي 3، سوف أعزل y في الطرف الأيسر. لدي y أمثالها سالب، لذلك أقول ناقص y تساوي 2x، راح تنتقل إلى الطرف الأيمن بتصير سالب، ناقص 2x زائد سالب زائد 3. الآن أقسم على ناقص أو أقسم على ناقص 1، وعليه ناقص y على ناقص y تساوي ناقص 2x على ناقص 2x زائد 3 على ناقص والتي تساوي ناقص 3. أقول الشكل النموذجي لمعادلة هذا المستقيم هو دي نقطتين y يساوي 2x ناقص 3. إذن للانتقال من الشكل العام إلى الشكل النموذجي علي أن أكتب y بدلالة باقي حدود المعادلة.